انما في الدرجه الاولى دايما النادي الاهلي بيبقى له حظ الاكبر بان لعيبته بتبقى كتير يعني. على الاقل يعني استثنى الفتره الاخيره، انا بتكلم على 2006 و2008 و2010، هتلاقي طبعا دلوقتي بقى في عدد محترفين اكبر شويه، انما على مر التاريخ كده هتلاقي حارس المرمى منتخب مصر هو من النادي الاهلي. ارجع لكابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن شوبير لعب كام سنه في منتخب مصر، عصام الحضري، وشوف كده الحارس ودلوقتي استلم الشناوي محمد الشناوي وهيكمل فتره كبيره، ده متوقع له كده يعني. شوف بقى تاريخ نادي الزمالك كده بالنسبه لمنتخب مصر، هتلاقي مين شارك، مثلا في 3 4 بطولات افريقيه؟ مفيش غير مين؟ نادر السيد شارك في 4 بطولات افريقيه. كابتن حسين السيد شارك شويه في البطوله العربيه تقريبا كانت في الامارات او مش عارف كان فين كده. عبد الواحد السيد شارك في تقريبا في بطوله اللي كانت مع كابتن محسن صالح تقريبا او مش فاكر كان مع مين بالظبط. فهتلاقي ايه فترات قليله قوي نادي الزمالك بيبقى له الحظ ان يبقى عنده حراس مرمى. كابتن عادل مأمور عشان ما ننساهوش برضه مش برضه شارك بس مش كتير. فهي راجعه زي ما بقول لحضرتك كابتن سيف للنادي الاهلي بطولات، واكيد برضه الناس اللي بتبقى مسؤوله عن تدريب حراس مرمى في النادي الاهلي بتبقى برضه ناس مميزه مش اي حد.